لكن اسمح لي فيما يخص القمح بالتحديد تعريجا على الأزمة الأوكرانية الروسية. قلت مهندس عبد المنعم لدينا 8 أشهر، 4 أشهر تمام. مخزون استراتيجي وأربعة تمام. أشهر من الناتج المحلي. أؤكد فقط تمام. على هذه المعلومة. نعم، نريد التأكيد على هذه المعلومة فقط. أنا بقول لحضرتك إحنا من قبل هذه الواقعة إحنا بنقول عندنا 4 شهور مخزون استراتيجي، بدليل إن الصوامع زادت في الساعة السبية وزادت عدد الصوامع في مصر، اللي كنا بس بيبقى عندنا مخزون 2.1، وصلنا إلى عندنا صوامع تصل فيها مخزون استراتيجي 4 شهور، ومحصول القمح في أول أربعة أو في نص أربعة هيتم توريده للشركة القابضة أو لوزارة التموين، فيها عندنا 4 مليون طن، فإن شاء الله عندنا مخزون استراتيجي 8 شهور. فبنوجه رسالة الناس اللي احنا ما تقلقوش، وفي المركبه اللي كانت اتحركت من اول امبارح جايه من اوكرانيا برضه على متنها قمح اوكراني اللي هيوصل في الطريق ان شاء الله. فالنهارده الدوله بتدرس هذا المنظومه وهذا المخزون الاستراتيجي من خلال استراتيجيه كامله ومن خلال اداره للازمات والكوارث والحد من المخاطر. فعندنا هذا الموضوع ما بيجيش من فراغ، هذا الموضوع نتيجه دراسات ما بين وزاره التموين ووزاره الزراعه ووزاره التجاره والصناعه والجهات المعنيه بالدوله والقياده السياسيه النهارده اللي بتوفر التمويل الكامل، زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع وزيادة المخزون من جميع السلع الغذائية الاستراتيجية في مصر آمنة 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 آمنة. ونوجه الرسالة للناس مرة أخرى وبنطمن الناس زي ما نجحنا في جائحة كورونا، إن شاء الله البلد قادرة على أنها تنجح في هذه الجائحة إن شاء الله. شكرا جزيلا المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، كنت معي هاتفيا من القاهرة.